أركان الصلاة. أقا لامزي أركانش. لابد أولا من القيام في صلاة الفريضة. أن يصلي قائما لا يصلي جالسا. وبخيك تدلان دول فردة دعوهتن لهتش داديش دوتسوا. نعم ولابد من تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر. تعق الله أكبر أو تكبيرة الإحرام دتصو. ولابد من قراءة الفاتحة. إشت فاتحة دو ركن يقير. ولابد من الركوع. يغ ركوع دو. والرفع من الركوع. يغ ركوع يرحل تعرضو. ويسجد على الأعضاء السبعة. يغ يورخ ميجين دي سجود دردو. ثم يعتدل ويرفع من السجود. صوت إحاء. صبر دوية يغ سجود يرحل غواتي ويجلس بين السجدتين يغ شن سجود يقع وحقوقه ولابد أن يرتب الصلاة على ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغ بيمر صلى الله عليه وسلم أتره معها حدوته نعم ولابد يطمئن في صلاته يعني لا يصلي ينقر الصلاة بسرعة صغة تلوشة كيزغتلوش مليش دوتوي شاولتشن ويلا ايش ويقرأ التشهد الأخير التحيات لله والصلوات والطيبات يوغت احر تشهد تشهد دوشتو آخر تشهد الأخير احر دو تشهد ركن ولابد أن يقرأ التشهد وهو جالس يوغ يتشهد ويشخين حي التحيات إذا خين عشخل ويشو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية يوغ إبراهيمية بوش صلوات دوتو نعم وأيضا لابد من التسليمتين يوشي سلام دل ديستو تحر